هذه حلقة من توب 10 برعاية بلاي ستيشن. من أجل اللاعبين. في هذه الحلقة من توب 10 جبنا لكم اليوم 10 ألعاب كلها تأثير بشكل كبير على الصناعة أو على اللاعبين خلال العقد الماضي. ولا تنسون قبل ما نبدأ اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك. والحين خلونا نبدأ. في المركز العاشر مع لعبة ليج أوف ليجندز. هي لعبة مجانية صدرت في بداية هذا العقد وكانت مجانية من بدايتها. ميزتها هو شخصياتها اللي خلت الناس تقع في حبها وأسلوب لعبها اللي قد يبدو سهلا مبدئيا لكن كل ما تعرف له وتحسن مستواك تبدأ بمواجهة لاعبين أكثر حرفة. ليج أوف ليجندز هي أول لعبة رياضة إلكترونية تكتسح الساحة وحققت أرباح ضخمة مع انتشارها. المركز التاسع معنا لعبة بوكيمون جو. سلسلة ألعاب بوكيمون سوت نهضة كبيرة في عالم الألعاب لما صدرت أول مرة على جهاز الجيم بوي وانتظرنا سنين عديدة حتى هذه السلسلة تقدم نهضة أخرى. ولما نزلت بوكيمون جو أخذت الناس مثل الإعصار. الرابط الوحيد بين اللعبتين في وجهة نظرنا وسبب انتشارها هو إيجاد طريقة تخلي الناس ترتبط وتتعرف على بعضها خارج نطاق اللعبة بسبب بعض الأمور فيها مثل إنك لازم تبدل بوكيمونات بينكم. لأن الجزء الأول للعبة بوكيمون على جيم بوي كان يجبرك في مخاطب لاعبين آخرين حتى تبدل بوكيمونات، وبينما بوكيمون جو خلت الناس تختلط ويطلعون برا بيوتهم لصيد البوكيمونات. المركز الثامن معنا لعبة لوكت ليج. هو الجزء الثاني من لعبة كرة السيارات التابعة للجزء الأول اللي كان اسمه يخليك تغلط وايد. كان اسمها سوبر سونيك كروباتيك روكت باورد باتل كارز. ممكن سبب اسمه الصعب والطويل الجزء الأول ما انتشر ولا باع مثل الجزء الثاني. روكت ليج أول ما اصدرت توفرت لكل مشترك بلايستيشن بلس مجانية، وبعد ما طلعت من خدمة بلايستيشن بلس ارتفعت مبيعاتها. اللعبة اللي معرفة تخليك تحكم سيارة صغيرة فيها محرك صاروخي يخليك تحلق وعندك كرة تحاول تدخلها في مرمى خصمك داخل ملعب. اللعبة تأثير على صناعة الألعاب خلال السنوات الماضية كان جبار، وبنفس الوقت بطولاتها والمباريات فيها تعطي طابع مختلف عن أي شيء ثاني. في المركز السابع معنا لعبة Little Big Planet. واحدة من أكثر ألعاب سوني تميزاً من فريق ميديا موليكول. Little Big Planet ما هي لعبة عادية لأنها وفرت أدوات مختلفة للاعبين لتطوير المراحل وفي بعض الحالات ألعاب مختلفة عن اللعبة الأساسية. عن طريق هذه الأدوات بدأوا الكثير مشوارهم كمطورين ألعاب، وبعضهم توظف في ميديا موليكول لتصميم مراحل وألعاب، وبدون Little Big Planet كما شفنا ألعاب مثل Dreams أو ماريو ميكر. المركز السادس معنا لعبة The Legend of Zelda Breath of the Wild. هي تعتبر لعبة استكشاف اللي ما يعلى عليها. عالمها ضخم ويعطيك كامل الحرية في تجواله. من بدايتها تكسر كل قوانين ألعاب زلدة اللي عرفناها خلال 30 سنة وتعطيك عدة أدوات تقول لك انطلق الاتجاه اللي تبغاه. لما تستكشف راح تحصل شراينز تقدم لك الغاز تشغل مخك فيها، وأسلوب قتال مفتوح يخليك تقاتل بالطريقة اللي تحبها. الحرية الموجودة مع ميكانيكيات مختلفة والأمور اللي تحصلت صناعة اللعبة أثبتت مهما كانت لعبة دائما وأبدا راح تحصل المجال في تغييرها وتبدع فيها. في المركز الخامس معنا لعبة Dark Souls، وهي اللعبة الأكثر تأثيرا في على صناعة الألعاب خلال 10 سنوات الماضية. على عكس أغلب الألعاب فيها نادر ما تشرح لك شيء من القصة وتجبرك أنك تبحث عنها ولا تعلمك وين تروح أو الطريق الصحيح، وقدمت فكرة ثورية وهي كانت الرسائل اللي يحطونها اللاعبين الآخرين حتى يساعدونك أو يكذبون عليك. وهذه الحركة تطورت الآن وموجودة في لعبة Death Stranding. هذا غير النسبة كبيرة من الألعاب المتوفرة في السوق حاليا نسخت بشكل أو آخر السوق لعب Dark Souls مثل نيو من تكموكوي اللي كانت عبارة عن نسخة كربونية منها، وأيضا لعبة Star Wars Jedi The Fallen Order من فريق Respawn واللي أخذ بعض الخصائص من لعبة Dark Souls مثل Bonfire، وأيضا عدة ألعاب اندي. هذه النقطة تخليها واحدة من أهم ألعاب هذا العقد. في المركز الرابع عن لعبة Overwatch، وتعتبر لعبة التصويب التنافسية الأكثر شهرة واللي قدرت تقدم لعبة تنافسية وخلتك بنفس الوقت تهتم بالشخصيات الموجودة على عكس ألعاب التنافسية الثانية اللي فيها شخصيات ما لهم قيمة أبدا. هنا بليزرد بدعت في مجال قبل أي صانع ألعاب ثاني، غير أنهم خلوك تتعلق بالشخصيات عن طريق عروض سينمائية خرافية. فهم قدموا أسلوب لعب موزون وفي شخصيات متعددة تناسب أسلوب أي لعب، بحيث مهما كانت وظيفتك في الفريق راح تحس أنك جزء أساسي منه. في المركز الثالث معنا لعبة هيرثستون، وهي لعبة كروت رقمية اللي تستعمل عالم سلسلة ووركرافت من شخصيات والعناصر، وهذه النقطة اللي ساعدت في انتشار اللعبة ومحاولات العديد من محاكاة نجاحها وبساطتها. مع أنها بسيطة إلا أنها عميقة وفي صرديات عديدة، غير أسلوب لعب إدماني اللي يسحب كل ساعات. ما في شيء مرضي مثل بناء مجموعة الكروت الخاصة فيك واللي راح تستخدمها في السحق منافسيك. في المركز الثاني معنا لعبة PUBG، لعبة الباتل رويال واللي أسست هذا النوع من الألعاب وخلت جميع الشركات تحاول تقليد نفس التجربة ومنافستها. بدأت مع مطورها برندن جرين عن طريق المود داخل لعبة H1Z1، من بعدها قرر يعمل على لعبة خاصة فيه مع فريقه الخاص PUBG Corps اللي بنت الشركة الكورية بلو هول، واللي عن طريقه صنع لعبة Player Unknown Battlegrounds. صدرت على البي سي أولا ومن ثم توجهت على إكس بوكس 1 كلعبة حصرية بشكل مؤقت للجهاز، ومن بعدها توفرت على الجوالات بشكل مجاني. من هنا حققت نجاح كبير مع مطور اللعبة تنسنت كيو.
اللي هم نفسهم ايضا طوروا لعبه ببجي كول اوف ديوتي موبايل، وهي واحده من اكثر الالعاب مبيعا ومن اكثر الالعاب اللي لعبت عالميا، بيع منها 50 مليون نسخه ولعبها اكثر من 400 مليون لاعب. في المركز الاول معانا لعبه ماينكرافت. خلال 10 سنوات الماضيه ما في شخص يلعب او ما يلعب العاب ما قد سمع اسم ماينكرافت. اللعبة قدمت تغيير كبير بالصناعة، درجة أنها أدخلت عناصر على النجاة وتجميع الموارد في عناوين كثيرة صدرت بعدها. هذا غير البناء اللي لاحظناه في ألعاب عديد منها فورتنايت. إذا كل هذه الأسباب غير مقنعة كانت لك، فهذا الرقم راح يقنعك، فهي باعت أكثر من 180 مليون نسخة وتعتبر ثاني أكثر لعبة مبيعا في التاريخ، متغلبة عليها لعبة تترس اللي نزلت من عام 1984. وهذه كانت مجموعة الألعاب اللي اخترنا لكم في هذه الحلقة. شاركونا بالتعليقات رأيكم بالألعاب، واذكروا في ألعاب ثانية أنتم ما ذكرناها تحت في التعليقات. يعطيكم العافية المتابعة، كما كنت الشيحة، مع السلامة.